تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، لينخفض جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 3560 جنيها للجرام، وبكل تأكيد يأتي ذلك وسط التغيرات في سعر الذهب العالمي. على كل حال، لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية. مرحبا بحضرتك يا فندم، وأهلا بيك على شاشة اليوم السابع. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك، وخلينا على طول يا فندم نتكلم بدايه يعني بلغه الارقام. النهارده اسعار الذهب تشهد تغيرات بنسبه قد ايه، والاسعار بتتراوح من كام لكام؟ حاضر يا فندم. أنا عليك. بالنسبة للأوقية النهاردة 2650 دولار للأوقية العالمية، وبالنسبة لعيار 21 هنا في السوق المحلي 3570 جنيه للجرام، وبالنسبة لعيار 18 3060 جنيه للجرام، وبالنسبة لل 24 4080 جنيه للجرام. أما الجنيه الذهب النهاردة فعامل 28560، ودي الأسعار المحلية الجاري العمل بيها حاليا. تمام. هل يا فندم يعني الوقت ده في ظل التغيرات اللي يمكن بتحصل حاليا، هل ده وقت مناسب لشراء الذهب، ولا حضرتك تنصح بالانتظار مثلا؟ لا، هو الوقت حاليا مناسب جدا للشراء لأنه يعتبر نازل 30 جنيه عن الأسبوع اللي فات، لأنه كان 3600 وكان طبعا عالي عن كده، فطبعا السعر دلوقتي منخفض 30 جنيه، ففرصة للي عايز يشتري شبكة أو يشتري هدية لخطيبته أو لمراته. وكذلك بالنسبة للمستثمر، لو بايع ذهبه أعلى من كده يقدر يشتري الذهب اللي باعه، وبكده يضمن إن هو حقق الأرباح اللي هو عايزها. طيب يعني عايز اسال حضرتك يا فندم دلوقتي، يعني بالذات مثلا الشباب، او زي ما حضرتك قلت كده موضوع الهدايا والشباب المقبلين على الزواج، دي جزئيه يمكن احنا بنتكلم فيها دايما مع حضرتك، بس في جزئيه تانيه خاصه بالشباب اللي يعني لسه بيبداوا حياتهم ولسه بيحوشوا فلوس ولسه ما عندهمش الخبره قوي في حته لو انا عايزه مثلا استفيد، يعني اجيب ذهب واشيله وبعدين ابيعه في وقت مناسب، هل ابدا باكسسوار مثلا لو هنتكلم عن البنات او الفتيات، ولا ابتدي بس السبائك، يعني مثلا لو عندي مبلغ انا شايلاه على جنب اجيب بيه سبيكه بلاش اجيب اكسسوار، في الحاله دي حضرتك تنصح بايه؟ لا، لو هي مثلا عايزة تنتفع بيه كمثلا زين للزينة، فهي ممكن تقتني حاجة برضو خفيفة وحاجة معقولة وتقتني للزينة، وده يبقى معاها على طول، وده مش هيفرق لأن حاجة هي بتتزين بيها وبتتمتع بيها. أما لو في سيولة زيادة فهي ممكن تبع السيولة الموجودة معاها، ممكن تشتري جنيه ذهب، والجنيه طبعا 8 جرام وسعره بسيط يعتبر، لكن السبائك برضو ممكن تشتري سبيكة عيار 24، بس طبعا هي بتبقى أغلى لأنها بتبتدي من جرام لكيلو، لو هو يعني عايز تبع السيولة اللي موجودة يقدر يشتري الجرامات اللي هو عايزها أو اللي هي عايزاها وتحتفظ بيها للاستثمار. طيب زي ما حضرتك قلت، يعني ممكن نقول ان السبايك يعني بما انها اغلى من الجنيهات فهي استثمار احسن من الجنيهات؟ لا، هو ده ذهب وده ذهب، ولما ده بيزيد ده بيزيد، مش احسن ولا حاجة، هي بترجع للسيولة اللي موجودة. يعني لو في سيولة كتيرة في مبلغ كبير ممكن تاخد سبايك، لو المبلغ بسيط ومحتاج مثلا برضو جزء منه لأنها تتصرف فيه فبيكون جنيهات، لأن جنيه 8 جرام، يعني ممكن لو هي محتاجة فلوس بتقدر تبيع جنيه من ضمن الجنيهات اللي هي شاريها. مفهوم مفهوم، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم استاذ نادي نجيب، لا، عضو العفو. شعبة التجارية، كنت معنا عبر الهاتف، جزيل الشكر. العفو يا فندم، أي خدمة. جزيل الشكر ايضا لكل حضراتكم على المتابعة، ودايما خليكم معنا على مدار الساعة لمزيد من الاخبار والعواجل والتغطيات الاخبارية، والى اللقاء.